أكلة مش رمضانية ولا عربية، أكلة يابانية. مفروض في المرحلة دي في ناس ابتدت يابان، يعني طلبتوها مننا في مايز شو كتير وما عملناهاش. دايما بتطلب مني وصفة الرز ملفوف بورق هو معمول من الطحالب، محشية أنواع أسماك بحرية، هي مفروض تبقى نية بس مع الوقت بقت مقلية، ممكن كمان يتاكل جنبه صوصات مختلفة غير الصويا، بيتاكل جنبه دلوقتي الترياكي وجنبه جنزبيل مخلل خلاص، ومعاه حاجة كده خضرة بتتاكل جنبه حراقة جدا اسمها وسابي. أعتقد الوصفة النهاردة اللي هي فزورة النهاردة واضحة وسهلة، وكتبتوها جنب الوصفات الفوازير السهلة التانية اللي دايما كل يوم في مايز شو بنقدمها، وجوائزنا مقدمة كل أسبوع من بيكو ومن ميانتا. طيب